إلى أين تركض يا باب؟ هاري نريد حضور العرض. سأصلح الأمر. أتفضلون الضحك؟ أم البكاء؟ فقدت روح الفكاهة يا هاري. أظن أن لدي مجموعة واسعة من المشاعر يا دعسوقة. منذ الآن أنا السايكوميدي. اسم لطيف، لكن لا أعرف شعوري نحوه. منذ الآن سيأخذني الناس على محمل الجد وسيرتجفون. لا تنظر إليه. لا مشكلة، لا أحب وجوه المهرجين المخيفة. شكرا للمجاملة. ربما الأكوما في أنفه الأحمر. سأهتم بها. لا تمهل، يجب الاقتراب منه دون التواصل بالعيون. أتحب لعبة القط والدعسوقة؟ كمهرج ليس مضحكا للغاية. هذه هي مشكلته، لم يعد يريد إضحاك الناس. تعويذة الحظ. علبة مكياج مثالية للخروج بأناقة. بالطبع، سأهزمه وعيني مغلقتين. أتعنين هذا حرفيا؟ نعم، لكن ستكون أنت عيني. ذكية يا دعسوقتي. ها، تخسر يا صديقي. يا للأسف. يا للمشاعر الجميلة يا سايكوميديان، خذ الميراكيولوس. الآن يا دعسوقة. واو. أي، ليس عدلا. القط الأسود الآن. القططية. لا مزيد من الشر. أي ماذا؟ كلاكما مجرد هواء. هذه المرة أنا من ربح. سوف تدفع الثمن يا سايكوميديان. اغضبها كان فكرة سيئة. أفعل شيئا. بالطبع لم تفعل كعادتك. هذا مستفز صحيح يا هر. دعسوقتي، الأمور تتحسن. عليك أن تتركني الآن. لا تدعهما يهربان، الدعسوقة هناك. إن أراد هزيمتي فليحضر مسرحيتي إذن، وأنا سأختار مكانا آخر أعرض لهما.